توقعات أبراج شهر سبتمبر أيلول 2019. برج الحمل من 21 آذار مارس إلى 20 نيسان إبريل. مادياً أيام الحظ في هذا الشهر 4، 9، 16، و27. يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة لتحسين وضعك المادي في الأسبوع الأول من الشهر. حاول استغلالها بذكاء كي تحقق حلماً عملت من أجله طويلاً، لأنك في هذا الشهر ستكون على موعد مع الحظ المطلق وتجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقعك المادي. وفي منتصف الشهر تكون أمام أمور هامة لا يمكن تأخيرها وتحتاج للتنفيذ. ضع سلماً للأولويات وابدأ في الأمور العملية المدروسة وسوف تجد كل الخير والنجاح بإذن الله. ولكن قد تقف حائراً في نهاية الشهر أمام خيارين لتنفيذ مشروع كنت قد أمنت وسائل تنفيذه. ابحث عن خيار ثالث واستعن بالمختصين لنجاحه. رقم الحظ 9. مهنياً الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 5، 10، 17، 28. تحصل في منتصف الشهر على موقع جديد ومهم يزيد من قدرتك على تنفيذ أفكارك وآرائك ويجعلك تقترب من تحقيق أحد أهدافك ويجعل الآخرين بحاجة إليك وتكون في منتهى الراحة والزهو بعد أن تجد أن رسالتك وقيمك في الحياة التي كافحت من أجلها كثيراً تبدأ براعمها بالتفتح. اليوم الأفضل الثلاثاء. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21 وإلى 31 من مارس، ربما تتهرب في بداية الشهر من مشاعرك منتظراً أن تتأكد من قوة حب الحبيب واستعداده للارتباط. وفي منتصف الشهر يبرهن الحبيب على جديته وقوة حبه. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 1 وإلى 10 من إبريل، ربما تعيش في بداية الشهر وهم الحب الخالد وتنسى أن الإنسان يتغير في كل لحظة وأن الحبيب من النوع المتقلب، ثم تكتشف أن الحب أصبح عبئاً على مسار حياتك وتفقد الأمل بوصوله للارتباط. ولكن قبل نهاية الشهر تلتقي مع شخص جدي يحلم بالارتباط بك. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 20 من إبريل، ربما تشهد تقلبات عاطفية غير منطقية في بداية الشهر وتجبرك الظروف على تغير نظرتك للحب ومفاهيمه وتقرر وضع قلبك في قفص حديدي وتعيش بعيداً عن أصدقائك. تفاءل لأن الحب الحقيقي ينتظرك في الأسبوع الأخير من الشهر. المتزوج، تزداد علاقتك مع الشريك قوة وصلابة ويتحول الحب إلى العشق في هذا الشهر وتعيش في أجواء من السعادة وتشعر بالرضا عن نفسك وعن ترابط أسرتك. ولكن لا تكن متشدداً في منتصف الشهر في معالجة أمر طارئ داخل الأسرة، وامسك العصا من المنتصف وتغلب على تفكيرك السلبي وأعد النظر في طريقة تعاملك مع الأسرة كي تكون علاقتك معهم بأحسن حال. برج الثور من 21 نيسان إبريل إلى 20 آيار مايو. مادياً أيام الحظ في هذا الشهر 1، 10، 19، 30. قد تجد أمامك في بداية الشهر الفرص الجيدة لتحسين دخلك المادي، ولكن لا تبدي أي اهتمام للاستفادة منها وتعيش وفق أسلوبك الكلاسيكي الذي تعودت عليه وتترك أمورك دون أن تتحكم بها. انهض بقوة واستفد من تلك الفرص لإنهاء الأزمة المالية التي تمر بها كي تنتقل من حالة الإحباط إلى النشاط والثقة بالنفس، لأنه وفي منتصف الشهر سوف تنتهي بإذن الله الأزمة المالية التي تراكمت بسبب عدم التوازن بين وارداتك المحدودة ومصاريفك الزائدة وتكون أمام فرصة ربح أو مكافأة مادية. عليك معرفة طريق الوصول إليها. رقم الحظ 6.
مهنياً. الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 2، 12، 20، و29. تعيش في الأسبوع الأول من الشهر خيبة أمل يسببها أعز أصدقائك، تجعلك تشعر بالإحباط وبعدم الثقة بأحد، وتكتشف أن المثالية المطلقة لم توصلك إلى أهدافك المهنية، فتهبط من برجك العاجي إلى العالم الواقعي، وتبدأ بتحويل مشاريعك إلى حقيقة ملموسة. وقد يقدم لك في منتصف الشهر أحد الأشخاص عرضاً للشراكة في إقامة مشروع استثماري، اقبله لأن فيه الخير لكما. وفي نهاية الشهر تصل إلى الموقع المهني الذي تحلم به، وتنجز عملاً مبدعاً ينال تقدير الجميع. اليوم الأفضل الجمعة. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21 وإلى 30 من إبريل، سوف تشعر في بداية الشهر بالضجر من تلقي كلمات الإعجاب من الأصدقاء دون أن تلمس قلبك وتؤثر على أحاسيسك. وقد تعيش الخوف والعزلة وعدم الثقة بأحد، مما يجعل أحاسيسك ومشاعرك تعيش بأعماقك. ولكن في منتصف الشهر تلتقي بشخص شفاف وصادق ينقذك من عزلتك وتعيش معه الحب المتبادل. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 1 وإلى 10 من مايو، قد تكون في بداية الشهر أمام قرار صعب يتعلق بحياتك العاطفية، وتعيش الارتباك والحيرة لأنك لم تستطع نسيان علاقتك السابقة. خذ الوقت الكافي وفكر كثيراً قبل اتخاذ القرار، لأنك سوف تجد الحب الحقيقي يطرق بابك في الأسبوع الأخير من الشهر، وسيحدد مسار علاقتك العاطفية في المستقبل. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 20 من مايو، سوف تعيش هذا الشهر الحب الحقيقي بعد طول انتظار، وسيكون شعلة تضيء الطريق لتدخل قفص الزوجية، وتكون أخيراً قادراً على ترك العنان لعواطفك. ولكن كن حذراً في نهاية الشهر من تدخل بعض الأشخاص لإفشال هذا الحب الطاهر. المتزوج، تقيم في بداية الشهر علاقات اجتماعية جديدة تستفيد منها في تحسين وضعك المهني الذي ينعكس إيجابياً على وضعك العاطفي مع الشريك. ثم تكون أمام بعض المسؤوليات العائلية الهامة والتي تتطلب الحكمة والعمل الجاد. وفي نهاية الشهر تجد مبادرة طيبة وغير تقليدية من الشريك تدخل التجدد إلى علاقتكما وتجعل حياتكما أكثر إثارة، وهو يحتاج إلى صفحك وحنانك، فلا تقسو عليه وسامحه على الخطأ الذي ارتكبه دون قصد. برج الجوزاء، من 21 آيار مايو إلى 21 حزيران يونيو. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 3، 9، 18، و25. تكون في بداية الشهر أمام تأثيرات فلكية هامة، حيث تزول كل التأثيرات السلبية التي واجهتك في الأسابيع الماضية، وتنتهي الصعوبات المادية التي تعرضت لها، وتفتح في منتصف الشهر أبواب النجاح على مصراعيها لتدخلها بثقة وتنجز ما تريد من مشاريع تحقق لك الربح. كما تكون أمام أمر يزيد دخلك المادي، ولكنه يحتاج لقوة إرادتك وقدرتك على مواجهة الصعاب التي سوف تزول في نهاية الشهر، حيث تبدأ مرحلة جديدة فيها الخير والتقدم على مدار الأيام القادمة. رقم الحظ 5. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 4، 11، 18، 29. قد تحاول تطبيق أفكار جيدة ومتطورة مع بداية الشهر، وربما تجد بعض الصعوبات خلال التطبيق، ولكنك ستتجاوزها بفضل صبرك وإصرارك على النجاح. بعد أن تكتشف مواطن القوة والضعف في نفسك وتسخرها لمصلحتك، ويساعدك الحظ في تفادي كل السلبيات التي تواجهك لتنفيذ المشاريع التي خططت لها، وتجد في منتصف الشهر النجاح على الصعيد المهني، وتتقدم بسرعة إلى الأمام
أكثر مما كنت تتوقع، وفي نهاية الشهر تجد تحسناً في عملك بشكل ملحوظ يؤدي إلى أن تعيش السعادة والراحة النفسية. اليوم الأفضل الأربعاء. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21 وإلى 30 من مايو، تسعى هذا الشهر إلى الاستقرار العاطفي وتطلب من الحبيب الارتباط، وربما يحاول تأجيله متذرعاً بالظروف المادية الصعبة، فتقرر العمل لمساعدته كي تكتشف مدى جديته، وسيتضح لك كل شيء مع نهاية الشهر. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 1 وإلى 10 من يونيو، قد يطلب منك الحبيب هذا الشهر الارتباط، فتشعر أنك تحلق في عالم مختلف فيه الإخلاص ويخلو من عذاب الحب، ويزيد الأمل بحياة كلها نجاح وسعادة. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 21 من يونيو، تجد في الأسبوع الأول من الشهر أن الحب المتبادل كذبة كبيرة، وأن هناك دائماً طرفاً خاسر، وتقرر ألا تكون ذلك الطرف، فتعيد النظر بعلاقتك العاطفية بعد أن تعيش حالة إحباط لفترة قصيرة تجعلك تجري تغيرات جذرية في حياتك العاطفية، وتقرر الارتباط عن طريق العقل بدلاً من القلب. المتزوج، حاول أن تكون أكثر صبراً مع أفراد أسرتك خلال هذا الشهر بعد أن تكتشف أنك ارتكبت بحقهم بعض الأخطاء دون قصد، وأن معالجتك لبعض الأمور الأسرية كانت غير صحيحة، وقد تحاول في منتصف الشهر الاعتراف بذلك والعودة عن الأسلوب السلبي الذي تمارسه بعد أن يتجاوز الشريك كل الأخطاء التي ارتكبتها ويطلب منك الاستفادة من التجارب السابقة. وقد تتهرب في نهاية الشهر من حسم أمر شائك ومزمن يتعلق بالعائلة، ولكنك تعود لتواجهه بشجاعة وحكمة بعد أن ينقذك الشريك من أزمة مالية تتعرض لها. برج السرطان، من 22 حزيران يونيو إلى 22 تموز يوليو. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 9 و16 و21 و30. في بداية الشهر تشعر بالضيق لأنك وضعت آمالاً كثيرة على تنفيذ مشروع كي يدر عليك ربحاً مادياً جيداً، ولكنك تكتشف أنه حلم من الصعب تحقيقه، وقد تعيش فترة تحتاج للمواجهة والشجاعة أمام عقبات مالية لم تتعود عليها. كن قوياً حتى تستطيع الانتصار عليها، وفي منتصف الشهر تكون أمام فترة مليئة بالنشاط والعمل المثمر الذي يزيد من دخلك المادي، ومع نهاية الشهر تنال ثمرة جهدك وتحصل على أرباح مادية تدعم مشاريعك المستقبلية. رقم الحظ 2. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 11 و18 و28. تجد في الأسبوع الأول من الشهر أن كل عمل قمت به في طريقه للنجاح، وذلك بفضل استقامتك وصدقك وجهدك، ولكن قد يحدث أمر ما يجبرك على إعادة النظر في موضوع دقيق وهام يتعلق بعملك وتوجهاتك. كن حذراً ولا تقدم التنازلات التي تتعارض مع مبادئك، وفي منتصف الشهر قد يكتنف الغموض بعض الأمور المهنية المحيطة بك وتواجه صعوبات في محاولة فك رموزها. اطمئن، لأنه وقبل نهاية الشهر سينكشف ويوضح كل شيء أمامك. اليوم الأفضل الاثنين. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 22 يونيو إلى 1 من يوليو، تكتشف في الأسبوع الأول من الشهر أن عدم الوضوح في مسار علاقتك مع الحبيب وترك تقرير ذلك للزمن سوف يؤدي لفشلها. ربما جاء الوقت المناسب لتناقش الحبيب بذلك وتحسم أمرك معه، وأفضل وقت لذلك هو في الأسبوع الثالث من الشهر. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 11 من يوليو،
ربما تجد في بداية الشهر أنك لا تعرف الحب الحقيقي، وأن علاقاتك العاطفية هي مجرد نزوات ورغبات، فتعود للتفكير في مستقبلك العاطفي. وقد يحدث في منتصف الشهر أمر عاطفي لم تكن تتوقعه، يكون له وقعاً كبيراً في نفسك، ويجعلك تقوم بإعادة النظر في علاقتك، وسوف تنجح في نهاية الشهر في تغيير مسار حياتك العاطفية إلى الأفضل. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 وإلى 22 من يوليو، يرتعش قلبك وتشعر بعذاب ممتع في لقاء غير متوقع مع أحد زملاء الطفولة، وتقرر اللقاء باستمرار، وقد تتاح لك الفرصة في الأسبوع الثالث من الشهر كي تعبر عن حبك وتلقى تجاوباً سريعاً منها. المتزوج تعيش في بداية الشهر أزمة فعلية مع الشريك بسبب الغيرة والشك، ولكنك لا تفقد الثقة به. اعلم أن الشك والغيرة تعكر صفو العلاقة العاطفية، وأنت بحاجة لتسمو بتفكيرك عن تلك الترهات، لأن الأزمة التي تمر بها علاقتك العاطفية وقتية وتحتاج للعقلانية. لا تتسرع باتخاذ أي قرار قد تندم عليه في المستقبل، لأنك سوف تكتشف في منتصف الشهر مدى حب وإخلاص الشريك، فتخضع علاقتك معه لتغيرات إيجابية، ثم تشهد حياتك العاطفية بعد ذلك الاستقرار، وتجد النجاحات المتكررة لأفراد الأسرة. برج الأسد من 23 تموز يوليو إلى 22 آب أغسطس. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 2، 11، 20، و27. تجد أمامك في بداية الشهر وقائع وأمور جديدة تشاهدها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام، وتجعلك تغير كل آرائك وتوجهاتك في الأسلوب لتحسين وضعك المادي. وقد تواجهك في منتصف الشهر بعض الصعوبات المادية، ولكنها لن تمنعك من خوض مجالات جديدة تفتح أمامك أبواب الإبداع. وقد تتخذ في نهاية الشهر قراراً هاماً يزيد دخلك المادي، وتنال ثمرة جهدك، وتحصل على أرباح مادية تدعم مشاريعك المستقبلية. رقم الحظ 1. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 1، 8، 16، و29. تحصل هذا الشهر على مكافأة نتيجة العمل الشاق الذي قمت به في مسار حياتك المهنية، وتجد أن جميع المؤشرات تشير إلى نجاح وتقدم أعمالك، وتكون على موعد لاتخاذ قرارات مهنية حاسمة وهامة لا يمكن تأجيلها. حاول البحث عن مكامن القوة لديك وسخرها لتنجح في تفادي كل السلبيات التي قد تواجهك في منتصف الشهر. وقد تجد نفسك في بداية الأسبوع الثالث من الشهر في مرحلة جديدة، وتتخذ قرارات جذرية لتحسين وضعك المهني مستفيداً من تجاربك الماضية، وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل. اليوم الأفضل الأحد. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يوليو إلى 1 أغسطس، تعيش في مطلع الشهر أحاسيس رائعة لا تستطيع تفسيرها، وينبض قلبك بالحب وتود لو يشاركك الجميع سعادتك، وتأخذ حياتك العاطفية توجهاً جديداً في طريق الرومانسية، وربما يتطور ذلك الحب تدريجياً إلى الارتباط. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 12 أغسطس، قد تلف حياتك العاطفية في بداية الشهر الفوضى وعدم التركيز، وتشعر بعدم الاستقرار العاطفي. انظر بعين ثاقبة لترى أين الخطأ وأين الصواب في علاقتك مع الحبيب، حتى تتجاوز الأخطاء وتجعلها ناجحة، لأنك في نهاية الشهر تكون أمام خبر عاطفي جيد يغير حياتك للأفضل. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 وإلى 22 أغسطس، قد تكون في منتصف الشهر أمام لقاء عملي يتحول إلى عاطفي يسعدك ويغير نظرتك للحب ويجعلك متفائلاً،
حيث تلتقي بالشخص الذي بحثت عنه طويلاً، وتطور صداقتك معه إلى حب متبادل، وتعيش أروع لحظات السعادة، وربما تصل علاقتكما إلى الارتباط بعد نهاية الشهر. المتزوج تشعر بالقلق في بداية الشهر لأن علاقتك العاطفية مع الشريك تفقد حرارتها وتتحول تدريجياً إلى التعود والرتابة، وربما تكون في منتصف الشهر أمام مغريات من الصعب مقاومتها، ولكنك تكون قوياً ومخلصاً وملتزماً بأسرتك، وسوف تنتهي فترة التوتر بالعلاقة مع الشريك وتعيش فترة جديدة من الحب والعشق، ويعود الاستقرار العاطفي والتفاهم معه إلى قوته في نهاية الشهر نتيجة أمر عائلي يسعد الأسرة. برج العذراء، من 23 آب أغسطس إلى 22 أيلول سبتمبر. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 3، 13، 23 و30. تقف في بداية الشهر حائراً أمام مشكلة مادية تواجهك، وتجد الدعم والمساعدة من أحد الأصدقاء، فتعرف كيف تواجهها بكل قوة. وفي منتصف الشهر يبصر النور مشروعاً كنت قد خططت له جيداً، فتشعر بالسعادة وتنجز كثيراً من المهام التي تؤدي لزيادة دخلك المادي. وفي نهاية الشهر تكون أمام فرصة ربح أو مكافأة مادية، وعليك الاستفادة منها بذكاء. رقم الحظ 5. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 2، 12، 20، 28. مع بداية الشهر تعتقد أن كل شيء يقف ضدك، ثم تكتشف في منتصف الشهر أن ذلك مجرد أوهام ابتدعتها لتبرر ضياعك. استنهض قواك وانطلق لتحول أحلامك إلى حقائق واقعية، لأن أمامك في الأسبوع الثالث من الشهر فرصة نادرة وجيدة لتحسين عملك إذا عرفت كيف تستغلها، وربما تمر بظروف غير عادية في نهاية الشهر، حيث تقف أمام طريقين: الأول يؤدي إلى نتائج مرضية ومقبولة مهنياً ولكن المردود منه قليل، والثاني فيه مغامرة وفوائد أكثر، وعليك الاختيار. اليوم الأفضل الأربعاء. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 أغسطس وإلى 1 من سبتمبر، قد تلتقي في بداية الشهر بالشخص الذي انتظرته طويلاً، وتعيش الصداقة المميزة معه التي تتحول إلى إعجاب. وفي الأسبوع الأخير من الشهر يتطور الإعجاب إلى حب له طعم خاص ممزوج بالألم والرغبة بالامتلاك. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 12 من سبتمبر، سوف تبحث عن الهدوء والسلام الداخلي من خلال علاقتك العاطفية والتأمل الروحاني، ويساعدك الحبيب بذلك ويفعل كل ما تريد لتكون راضياً عنها، وقد يفاجئك بطلب الارتباط قبل نهاية الشهر. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 23 وإلى 22 من سبتمبر، تجد في بداية الشهر أن الحبيب غامض وهوائي ومتقلب، وقد تصل علاقتك معه إلى طريق مسدود في منتصف الشهر، فتبحث عن شيء جديد ينقذك من الكآبة والإحباط وتضيع في بحر من اللامبالاة. كن متحفظاً في تعاملك معه حتى تتأكد أنك الوحيد بحياته قبل أن تعود لتصلح علاقتك معه. المتزوج، تكتشف مع بداية الشهر أنك كنت ساذجاً في علاقاتك الاجتماعية وفهمك للآخرين، وتعيد نظرتك للأمور وتبدأ بتغيير كثير من المفاهيم التي كنت تؤمن بها، كما تكون مقصراً في كثير من الواجبات الأسرية. حاول تلافي التقصير حتى لا ينعكس ذلك على نجاح الأسرة. وقد تعيش في منتصف الشهر الضياع في أجواء اجتماعية لا تناسبك، ويضعف اهتمامك بالأسرة مما يتعب الشريك، وقد تصحو في نهاية الشهر وتعود للاهتمام بالأسرة وتكون منشغلاً بترتيب البيت الداخلي لها والتخطيط لنجاحها.
برج الميزان من 23 أيلول سبتمبر إلى 22 تشرين الأول أكتوبر. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 4، 9، 16، و27. تعيش في الأسبوع الأول من الشهر حالة من الكبرياء والرفض، وتغير توجهاتك وطريقة تفكيرك، مما يؤثر على بعض القرارات الهامة بشكل إيجابي، وقد تقدم تنازلات مادية تجدها ضرورية لدفع فواتير تصرفات سابقة غير ناضجة ومتسرعة، وهذا يجعلك تعيش الراحة النفسية، وإن شاء الله تحصل في منتصف الشهر على أموال كنت تتوقعها، وتوقع عقداً للبدء بمشروع جديد، وقد تتلقى عرضاً جيداً تستطيع من خلاله تحسين وضعك المالي، ويساعدك في حل أزمة مادية تعرضت لها سابقاً. رقم الحظ 6. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 6، 12، 16، و26. في بداية الشهر تجبرك الظروف على اتخاذ قرارات خاطئة وغير مؤمن بها، ثم تبدأ أول خطوة في العودة عن الطريق السلبي الذي كنت تسير فيه، مستفيداً من أخطاء الماضي. وفي منتصف الشهر تتخطى كل الحواجز التي تقف عائقاً أمام طموحك، وتنجح في تنفيذ عمل كافحت كثيراً من أجله، وتحصل على موقع مهني هام تستطيع من خلاله تحقيق جزء من أهدافك التي كافحت من أجلها طويلاً. اليوم الأفضل الجمعة. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 سبتمبر إلى 2 من أكتوبر، تقف في مطلع الشهر على الأطلال وتبكي حباً ضائعاً، وقد تتخلى عن علاقة عاطفية باتت تشعرك بعدم التوافق مع الحبيب، وتبحث عن حب يشعرك بالاستقرار العاطفي، وستنجح في نهاية الشهر في إقامة علاقة عاطفية جديدة تقودك إلى الارتباط. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 3 وإلى 12 من أكتوبر، تشعر في بداية الشهر بالاستغراب بسبب تصرفات الحبيب الغير مفهومة وعدم اتزانه وتغير مواقفه، وينتقل الحب والود معه إلى حالة من الضجر. ولكن قبل نهاية الشهر تزداد ثقتك بنفسك، وتحاول أن تحافظ على عمق العلاقة معه، وتنجح في إعادتها إلى قوتها وطبيعتها. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 وإلى 22 من أكتوبر، لن تحصل على الحب الذي تريد أن تعيشه أو تتمناه في هذا الشهر، ولكن صبرك وعدم تقديم التنازلات سيوصلك إلى حب مميز بعد نهايته، حيث تكون لديك الفرصة للتغيير في حياتك وتعيش حياة عاطفية هادئة. المتزوج، ربما تعيش في بداية الشهر تناقضات عاطفية وتعيش العزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك في محاولة لإعادة إيقاظ الحب وتحسين علاقتك مع الشريك ومدها بالقوة، وقد تمر في منتصف الشهر بتجربة تثبت أن الشريك هو الملاذ الوحيد لك، وتستطيع بفضله أن تتجاوز بعض الصعوبات التي تواجهك، وتتفق معه أن الحب ليس كل شيء ويحتاج لعوامل مساعدة، وتضع خطة لذلك تجعل حياتك معه في قمة السعادة والاستقرار العاطفي. برج العقرب، من 23 تشرين الأول أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني نوفمبر. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 3، 9، 14، و28. تواجه في الأسبوع الأول من الشهر أمراً مالياً محير، وعلى أساسه وعلى مدى قدرتك على التصدي له ومعالجته بشكل صحيح يتحدد وضعك المالي. كن واقعياً وعقلانياً ومتفهماً لما يجري حولك حتى تنجح في التعامل معه، وسوف تكون في الأسبوع الثاني من الشهر أمام مفاجأة لم تكن تتوقعها، فيها الخير والدهشة من حجم الازدهار لأعمالك التي تنعكس على وضعك المادي، بالإضافة إلى تحقيق أحد أحلامك الذي يغير واقعك المالي إلى الأفضل. رقم الحظ 9. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر
9 و19 و22 و2. قد تفقد في بداية الشهر السيطرة على التحكم بمفاصل العمل، وتجد صعوبات في إعادة الأمور إلى نصابها، ولا تجد من يساعدك. اعتمد على نفسك وحاول تغيير كل توجهاتك، وضع قواعد جديدة لرفع روح المسؤولية، وانظر بعمق أكثر لكل المستجدات التي تواجهك كي تنجح في عملك المهني، لأن هذا الشهر ساحة لتقرير مصير عدة أمور هامة ومنها مستقبلك المهني. فكن حكيماً في قراراتك، وكن حذراً من بعض الأصدقاء الذين يضعون العقبات أمام تحقيق طموحك المهني، وحاول كشف أقنعتهم المزيفة قبل أن يستغلونك في تحقيق مصالحهم. اليوم الأفضل الثلاثاء. عاطفياً العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 أكتوبر إلى 1 من نوفمبر، قد تلتقي في بداية الشهر بالشخص الذي انتظرته طويلاً وتشعر بأحاسيس ممتعة، وتحاول منع مشاعرك من الظهور، ثم تقرر مصارحته وتجد الوسيلة الصحيحة للتعبير عن إعجابك، فتكتشف أنه يبادلك نفس الشعور وتتطور علاقتكما لتصل إلى الارتباط. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 و12 من نوفمبر، قد تلتقي في منتصف الشهر بالصدفة مع أحد أصدقاء الطفولة، وقد يكون أجمل وأمتع لقاء في حياتك، لأنه سينتهي بالاتفاق على الزواج بعد أن يأسر قلبك وينسيك تجربتك العاطفية السابقة ويجعلك متفائلاً في نجاح علاقتكما العاطفية. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 و22 من نوفمبر، قد تسير عواطفك في بداية الشهر بشكل فوضوي وخاطئ، وتبدأ جسور الحب مع الحبيب تتصدع، وتشعر برغبة بأن تتحرر من الحب الذي يسكن قلبك وأن تنطلق لتعيش الاستقلالية والحرية بدون قيود. وفي نهاية الشهر تفكر في إقامة علاقة جديدة انتقاماً. لا تتسرع لأنه لم يحن الوقت لذلك. المتزوج: تمر هذا الشهر مع الشريك بلحظات مميزة فيها الحب العميق والاندماج الروحي، وفي منتصف الشهر تحتفل معه بتحقيق حلم مشترك عملتما من أجله كثيراً وواجهتما الصعوبات وقدمتما التضحيات لإنجازه، ولكن عليك الحذر من نتائج الجدل والحوار داخل الأسرة حول قضية تتعلق بأحد أفرادها. حاول تأمين المستلزمات الأساسية لمستقبله، ولا تكن ضعيفاً وتوافق على كل الأشياء التي يطلبها دون قناعتك بصحتها. برج القوس من 23 تشرين الثاني نوفمبر إلى 22 كانون الأول ديسمبر. مادياً: أيام الحظ في هذا الشهر 3 و11 و17 و21. في بداية الشهر تحاول تغيير الخطة المالية التي تتبعها بعد أن تخضع لتأثيرات فلكية متناقضة، حيث تواجه أزمة مادية وتحاول أن تجد الحل لها. وفي منتصف الشهر تتوارد إلى ذهنك ومضات فكرية وخواطر تساعد على إعداد خطة لتغيير حياتك المادية إلى الأفضل، وتستعيد زمام المبادرة في كل الأمور التي كانت خارجة عن سيطرتك، وتكون ثقتك بنفسك عالية، وتعيد النظر بأسلوب عملك، فتفتح أمامك أبواب العمل المثمر، وتنجح في زيادة دخلك المادي، وتعيد التوازن إلى حياتك المالية. رقم الحظ 3. مهنياً: الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 5 و13 و15 و25. تستلم في بداية الشهر عملاً صعباً وهماً، فتنجح فيه نجاحاً يدعو للإعجاب من الجميع، وتنال عليه التقدير والثناء، وتجني الفائدة المعنوية. وقد تكون في منتصف الشهر على موعد مع اتخاذ قرارات مهنية حاسمة وهامة لا يمكن تأجيلها. استخدم العقلانية والحكمة وسرعة البديهة لتكون قراراتك ناجحة. وقد تكون في نهاية الشهر أمام قفزة مهنية
تحقق حلما كان صعب المنال. اليوم الأفضل الخميس عاطفيا العازب. إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر سوف تشعر بالحب القوي وتعيش لأول مرة مشاعر صادقة وتحاول أن تعترف للحبيب بها، ولكن بعض الفوارق الاجتماعية تمنعك من ذلك. كن صبوراً لتساعد نفسك على العثور على طرق صحيحة للتعبير عن حبك، لأن الحب لا يعرف الفوارق. هو كن جريئاً وأظهر حبك ومشاعرك نحوه، وإن أفضل وقت لذلك هو في الأسبوع الأخير من الشهر. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 3 وإلى 12 ديسمبر، سوف تمر في الأسبوع الأول من الشهر ببعض التقلبات العاطفية التي تدخل القلق والشك إلى عقلك وقلبك. الثقة بالنفس ستعيد التوازن إلى حياتك، لأنك سوف تكتشف في منتصف الشهر أنك كنت تعيش وهم الغيرة الغير مبررة. وفي الأسبوع الأخير من الشهر تعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب بعد أن يفاجئك برغبته بالارتباط. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 وإلى 22 ديسمبر، قد تجد في بداية الشهر أن إخفاء مشاعرك وكبتك لأحاسيسك يعذبك ويؤثر سلباً على مسار حياتك العاطفية. اعترف بحبك مهما كانت النتائج، وستعيش الحب المتبادل الذي يحقق حلمك ببناء علاقة عاطفية توصلك إلى الارتباط. المتزوج، تكون في بداية الشهر أمام أمر ما يغير حياتك العاطفية نحو الأفضل ويجعلها مستقرة وآمنة، حيث تحقق مع الشريك هدفاً مشتركاً بذلتما من أجله الكثير من التضحيات والوقت، ولكن لا ترضخ لطلبات الشريك في منتصف الشهر التي تجردك من أسلحتك المادية التي تحتاجها لمواجهة غدر الزمان. وكن عادلاً وحكيماً في أمر طارئ قد تواجهه في نهاية الشهر. برج الجدي من 23 كانون الأول ديسمبر إلى 22 كانون الثاني يناير. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 5 و14 و23 و30، تكون على طريق الثروة حيث تزول العقبات المادية من طريقك. سر بقوة واستفد من الحظ الذي يرافقك خلال هذا الشهر لزيادة دخلك المادي من خلال العمل المثمر والمدروس، وكن حذراً من الصعوبات التي قد تواجهك في منتصف الشهر حتى لا تخطئ في قراراتك، ولا تحاول تحطيم الحواجز والقفز فوق الواقع لتصل إلى طموحك المادي، لأن هذه الفترة غنية بالأحداث الهامة لصالحك. وسوف تبدأ بالسير في طريق التميز في الأسبوع الأخير من الشهر وتحقق إنجازات تضعك على طريق الثروة المتوسطة. رقم الحظ 8. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 8 و14 و19 و24. تكون بحاجة لمن يقف بجانبك ويساعدك لتحسين ظروفك المهنية، ولكن للأسف لا تجد إلا الوعود الوهمية والكاذبة. اعتمد على نفسك وقف في الظل وراقب ما يدور حولك لتعرف كيف تتصرف، لأن الأمور غير واضحة، ومع ذلك ستتغير للأفضل في منتصف الشهر حيث تضع الحلول اللازمة لكل الأمور المهنية الطارئة التي قد تواجهك، معتمداً على نفسك ومبتعداً عن وعود الآخرين. وفي نهاية الشهر تعيش نشوة الانتصار بعد اطلاعك على نتائج أعمالك الناجحة، وتبدأ بالتخطيط لعمل أكبر. اليوم الأفضل السبت عاطفياً العازب. إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 ديسمبر إلى 1 يناير، قد تعيش في بداية الشهر أحاسيس ممتعة وحباً صامتاً، وتحاول أن ترسل إشارات لمن تحب بذلك فتكتشف أنه يبادلك نفس الشعور، وتقرر في الأسبوع الأخير من الشهر إعلان حبكما للجميع وتعيش روعة الحب الملتزم. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 11 يناير،
ربما تعيش في الأسبوع الأول من الشهر العلاقة العاطفية المتمردة على الواقع والعادات، وتسير في طريق محفوف بالأخطاء، وتندفع وراء قلبك دون إعطاء أي اعتبار للمجتمع وتقاليده، ثم تكتشف أن ذلك لم يرضي طموحك، وتعيد النظر في سلوكك، وتبدأ اعتباراً من منتصف الشهر بالسير في طريق الحب العقلاني الذي يقودك إلى الارتباط. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 وإلى 22 من يناير، تجد في بداية الشهر الإعجاب من بعض المحيطين، وتحتفظ بقلبك بعيداً عن الحب، لأنك تحلم بالكثير وتطلب المستحيل، ولكن الحب الذي يؤدي إلى الارتباط قادم في نهاية الشهر، بعد أن تلتقي بشخص يستحوذ على تفكيرك، حيث تعيش الحب الذي يمدك بالقوة والطاقة. المتزوج، عليك هذا الشهر إعادة التوازن الجيد بين عواطفك وسلوكك، لأنك ستكون أمام مبادرة إيجابية من الشريك تدخل التجدد إلى علاقتكما العاطفية وتنهي الخلافات البسيطة بينكما، حيث تنضج علاقتكما وتصل إلى مرحلة رائعة من الود والحب، وفي منتصف الشهر تكون في قمة سعادتك مع الشريك بعد أن انتهى الخوف من المستقبل، ولكن الواجبات والأعمال الكثيرة تبعدك عنها دون أن تشعر. وازن بين عملك والحقوق الأسرية، وقد يظهر في نهاية الشهر خلاف حول مستقبل أحد أفراد الأسرة، حاول استعمال العقل والحوار لمعالجة الأمر. برج الدلو من 23 كانون الثاني يناير إلى 19 شباط فبراير. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 4 و12 و24 و28. قد تحاول في بداية الشهر إنجاز شيء صعب وغير واقعي من خلال إقدامك على مغامرة مادية غير مضمونة النتائج. كن حذراً حتى لا تتعرض لخسارة مالية، وقد يواجهك في منتصف الشهر أمر مالي يشعرك بضعف عابر وإحباط، وستتجاوزه بعد أيام قليلة بفضل إرادتك القوية، وسوف تتحسن ظروفك المادية في نهاية الشهر بعد أن تبدأ بمشروع صغير مع أحد الأصدقاء. رقم الحظ 4. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 4 و11 و20 و25. تزول الغيوم التي حجبت عنك رؤية الواقع، وتشرق الشمس لتنير درب العمل المثمر ولتوضح طريق النجاح. وقد تجد في بداية الشهر أن مستقبلك المهني في مرحلة ازدهار، فتتصرف بجدية وتركيز، وهذا يقودك لارتقاء سلم النجاح بقوة. وفي منتصف الشهر يبهرك سحر التفوق والنفوذ، ويزيد رغبتك في التحكم في مفاصل الأمور للوصول لهدفك، فتنطلق في طريق صعب وتبدأ بتنفيذ ما آمنت به. ولكن احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، لأنهما سوف يستغلا مكامن ضعفك في محاولة لتحقيق مصالحهما المهنية والمعنوية على حساب مصلحتك وأهدافك. اليوم الأفضل السبت. عاطفياً، العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يناير إلى 1 من فبراير، ربما تعيش في هذا الشهر حباً رائع، ولكنه من طرف واحد، ورغبات مكبوتة ولكنها وقتية، وحيرة في الاختيار بين الحب بدون أمل والارتباط من شخص ينصحك الأهل به. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 10 من فبراير، سوف تعيش في بداية الشهر عذاباً ممتعاً وحباً قوي وأحاسيس رائعة تدعوك لأن تتحدى الواقع، لأنك تتأكد أن الحب يغزو قلبك. وقد تخاف في منتصف الشهر من فقدان هذا الحب نتيجة ظروف محيطة بك. اطمئن، لأن الحظ والحبيب يقفان بجانبك، وستشعر بالهدوء والسلام الداخلي من خلال علاقتك العاطفية. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 19 من فبراير، ربما تكتشف في بداية الشهر أن الحبيب مزاجي ومتقلب
ويراوغ في إعلان حبكما وتحديد موعد الارتباط، وتكتشف أن أفكاره عن الاستقلالية والالتزام لا تتفق مع قناعاتك، فتعيش صراعاً بين حبك وبين رغبتك بالتحرر من أي ارتباط. لا تترك عواطفك تتحكم بمسير حياتك، فالحبيب غير واضح ولا يناسبك، وأنت تحتاج لمن يعرف قيمتك. المتزوج تعيش هذا الشهر في أجواء من الفرح، وتشعر بالرضا عن نفسك وعن ترابط أسرتك، ويغمرك الشريك بحبه وبالمفاجآت السعيدة، وتعيش قمة العلاقة الناجحة. وقد تعقد اجتماعاً عائلياً هاماً في منتصف الشهر ينتهي بالاتفاق على الخطوات اللازمة لبناء مستقبل الأسرة المادي والمعنوي، ولكن عليك الحذر في نهاية الشهر من مشاحنات صغيرة سببها الاختلاف بالرأي حول مواضيع تتعلق بمسيرة الأسرة وعلاقتها مع الجوار. برج الحوت، من 20 شباط فبراير إلى 20 آذار مارس. مهنياً، أيام الحظ في هذا الشهر 1 و11 و21 و25. تعيش في بداية الشهر حالة من الضياع، وتكون دائما الانفعال ومتقلب المزاج بسبب الحالة المادية الصعبة التي تتعرض لها، كما تعيش فترة من اللامبالاة وعدم المسؤولية، وتترك كل الأمور للظروف دون التأثير فيها، وهذا لن يفيدك بشيء. أين قوتك وطموحك؟ الحياة جميلة رغم مشاكلها، والمتعة في تحدي الصعوبات، وستجد في منتصف الشهر الحلول الناجعة للأزمة المالية التي تمر بها، وسوف تختار الطريق السليم لتحويل كل شيء صعب إلى سهل، وسوف يزدهر وضعك المالي مع نهاية الشهر. رقم الحظ 7. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 2 و9 و18 و26. تتاح لك في بداية الشهر فرصة هامة لتحسين وضعك المهني بمساعدة أحد الأصدقاء القدامى، وعليك الاستعداد لبعض التغيير الإيجابي على الصعيد المهني ابتداء من منتصف الشهر، حيث تخوض تجربة مهنية مختلفة وتجد أن سبل النجاح مفتوحة أمامك، ولكن عليك في نهاية الشهر التركيز والمثابرة والحذر من بعض الصعوبات التي لم تكن تتوقعها والتي تقف حائلاً أمام بناء مستقبلك المهني، وسوف تتجاوزها بفضل ذكائك وقوة إرادتك، وسيكون مستقبلك جيداً بإذن الله. اليوم الأفضل 5. عاطفياً، العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 20 فبراير وإلى 1 من مارس، ربما يجرح الحبيب قلبك بخيانته وغدره دون سبب أو ذنب ارتكبته، وتفقد الثقة به في منتصف الشهر نتيجة موقفه من أزمة تواجهك، فتجلس مع نفسك لتعيد حساباتك، وقد تقرر إنهاء علاقتك معه والبدء بعلاقة عاطفية جديدة فيها الحب والإخلاص. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 11 من مارس، سوف تلتقي في بداية الشهر مع شخص يغير طريقة حياتك ويجعلك تبتعد عن حياة اللامبالاة والضياع التي تعيشها، وقد يتسلل الحب إلى قلبك بهدوء وقوة ويأخذك إلى نبع السعادة فتغرف منه دون أن ترتوي. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 وإلى 20 من مارس، قد يتأكد شكك بالحبيب في بداية الشهر بعد أن تكتشف أنه استغلالي وانتهازي، وتقرر الابتعاد عنها ثم تعيش علاقة عابرة في بداية الأسبوع الثالث من الشهر، تقودك إلى الضياع في سراديب المغامرات العاطفية الغير مضمونة النتائج، ثم تعود مع نهاية الشهر لتعيش الحب الواعي الذي يجعل حياتك العاطفية هادئة وناجحة. المتزوج، تبحث في هذا الشهر عن مشاعر جديدة للهرب من الجمود في علاقتك العاطفية مع الشريك، ولكنك تكتشف أنه يضحي بكل شيء من أجلك دون أن ينتظر أي مقابل، فتقرر أن تكون أكثر وفاء وتضحية، لا تستغل طيبة قلبي وسذاجة الشريك وإيمانه بأنك قدوة له
وأعطه حقه من الحب والمساندة، وسوف يحدث أمر مفاجئ قبل نهاية الشهر يزيد روابط الحب والألفة معه ويجعلكما في قمة السعادة والهناء.